السلام عليكم خوتي خواتاتي عشاق اساس ثقه، كما عودناكم دائما بجديد. اليوم جبنا لكم صالون اس اس اللي معروف في محل اساس ثقه اللي غاب عليكم، وانا عاودناه وفرناه ودائما نخدموه كما قلنا لكم توجو نخدموه داخل بوروج. الماطا تاعو تخدم بالديترون، لي بلي تاعو بالاد ولا كارونتي في محل اساس ثقه كاينه خوتنا، دوك تضربوا عليه لمحه ونشرحوا لكم ان شاء الله. خوتي خواتاتي بعد ما ضربتو عليه لمحة دروك نشرح لكم هذا اكس اس اللي معروف في محل اساس ثقة توجو يخدم في 7 بلاس، فيه 3 بلاس بونكيت 3 بلاس بلس بونكيت 2 بلاس بلس 1 بلاس 1 بلاس. خوتنا هذا توجو الماطلة تخدم تاعو بالديترون، هنا تجي بالبومبي، لي بلي تاعو توجو بالات، ليكودوا تاعو حاجة من نوع الرافع خوتنا الله يبارك، والخدمة دائما متقونة خوتنا. ها ليكم هنا في محل أساس ثقة، هنا نخدمو بالأونتيطاج بريمي شوا، أي حاجة باللهجات تتمسح خوتنا. نزيدو نروحو المخدة صغيرة، المخدة صغيرة مخدومة بلا واط ماشي بونج ملحي حاجة الله يبارك خوتنا. هذا إس إس معروف عندنا، نزيدو نشرحو لكم كيما شفتو الأن بلاس تاعو، تشوفو 3 بلاس خدمة واحدة، دو بلاس كلهم مثليه، وفيه قاعدة مريحة خوتنا، صدقوني بالله غير فيه قاعدة مريحة، الكودوا تاعو حاجة من نوع الرافع، توجو المخدة تاعو تخدم بلا واط، والسعر تاعو حنا دايرينو ب 12800، أساس ثقة، قمة المشاهدين تاعها، زدنا لكم حنايا، هذا الصالون إس إس درناه. بروموسيون توجور فيه طابلة، أي طابلة تعجبك في محل أساس ثقة نعطيها لك. نزيدو نروحو فيه أجونتي دوكو توجور بوات، لاجونتي تاعو توجور بالبوات، لافينيسيون هذه حاجة معروفة عندنا في إيفورت بالمفتاح خاوتنا. هاي ليكم هنا مخدوم بالميتيبلي أوليو، هنا اللي تشوفوا بدو تيروار هي باب اوفرونت، وتوجو الخدمة هنايا بالميتيبلي حاجة من نوع الرافع خوتنا. هذا الصالون اكس اس قلنا اللي درناه في البروموسيون درنا له 1600 في اجونتي دو كوار، فيه طابل باس توجو بالاد، وفيه 3 بياس جيكول توجو بالاد خوتنا. السعر تاعو انا دايرينو ب 16800 فيه النقل والتركيب على 58 ولاية خوتنا، وكيما نقول لكم رانا في الكونفيرمو، وعلى كل حال ان شاء الله ربي يرفد علينا هذا البلاء، وانا عارفين كاين الناس اول ولايات ما ينجمش يجي. واش نقول لكم خاوتنا، لا عجبك الصالون انت اتصل بنا على الارقام تاعنا، وحنا لا في خدمتك تقعد في دارك، وحنا نحكوا لك السلعه هذه حتى للدار وخلص في دارك خاوتنا. واش نقول لكم كيما عودكم ان شاء الله دائما نكون خفيف عليكم وازال ثقه، واش نقول لكم مرحبا بكم في اي وقت، وحنا رانا في خدمتكم عمر اساس ثقه 24 ساعه 24 ساعه راه في خدمتكم. واش نقول لكم خوتي، نقول لكم بعد الكلام سلام.